نعود للدكتور خالد السيابي. معنا دكتور خالد. دكتور يستاذ العزيز، بارك الله فيك دكتور. طيب دكتور، لا نستغرب أن يكون هناك احتجاجات ضد الكيان الصهيوني من أبناء المسلمين بل من العالم أجمع، لكن أن يكون هناك معارضة لقيام الكيان الصهيوني ولكون لهم دولة من أبناء اليهود أنفسهم؟ يعني رأينا احتجاجات ومظاهرات من مئات الآلاف في اليهود أنفسهم من داخل فلسطين، داخل الكيان الصهيوني، ومن خارج الكيان الصهيوني معارضة من اليهود لقيام الكيان الصهيوني أيضا. يعني حدثنا عن هذه يعني الأعجوبة، كيف يعارض أبناء اليهود اليهود أنفسهم في قيام كيان لهم مستقل؟ هل هناك بعد تاريخي يقول ليس لكم دولة؟ هنا حقيقة الأصل لا يستغرب هذا، لأن هذه هي الحقيقة، وهؤلاء هم لديهم جزء من الحقيقة. بطبيعة الحال اليهود ليس لديهم حقيقة كاملة، ولكن لدى البعض منهم جزء من هذه الحقيقة. مثلا تفضلتم جزاكم الله خيرا وطرحتم سؤالا في قول الله سبحانه وتعالى، عندما الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم قلبوا خاسرين، قالوا يا موسى قوم جبارين وإن لا ندخلها حتى يخرجوا داخلون، قال رجلان الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه إنكم غالبون وعلى الله توكلوا فتوكلوا المؤمنين. ماذا قالوا؟ قالوا إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، تاريخهم تاريخ جبن، لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هنا وجه الشاهد، الإعلان الإلهي ولليهود هؤلاء الذين يناهضون قيام دولة الكيان الصهيوني الزائلة بإذن الله سبحانه وتعالى المغتصب الأرض، هؤلاء يوافقون فإنها محرمة عليهم، فهم يثبتون أن هذه الأرض أرض محرمة على اليهود، ولا يجوز لهم ولا يصح لهم أن يقيموا دولة. هكذا ما ثبت في كتابنا العزيز الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، فالله سبحانه وتعالى حرم عليهم في الحقيقة هذه الدولة، ليس لهم وطن، ليس لهم أن يقيموا فيها حضارة، يمكن أن يسكنوا كما يسكن غيرهم في هذه البلد أو في هذه، لكن أن يقيموا دولة فهذا لا يصح لهم. وأولئك الذين يناهضونهم ويعارضونهم ويخرجون في مظاهرات من اليهود فإنما هم أصابوا ووافقوا الحق فيه، فلا غرابة في من أصاب الحق، ولكن يجب أن يستنهض على من أو يعارض من خالف الحق وخالف دينه ويتشبث بالمحرف مما لديه، أو يحاول أن يلوي أعناق النصوص التي لديه، مع أنها في الحقيقة تشير إلى تحريم وعدم صحة أن يغتصبوا أرض غيره. جميل.